راستي يعني بين سال بورين از بشو مواضع هر وقع بری ما و احتمال اگر نپیستر بد نباشتره مثلا پنج سال بوری هر خلق ویل کمپا ده یا خلق نوگر یا سر مالی خواه مثلا پنج سال بورین مستجدات اگر نهاده گره نش آلیه امنی و نش آلیه عماره و نه آلیه فنا مثلا امنی خلق نویری و گره هر وقع بریه و مثلا آواک ناشنگال جهیش حتا ایروجی نه ای خطوه که درست نه هدیه کرن فا اوا پین سال بورین براسی هر وقع گوتی نفس ها دایره دا میت فتلن نه مستجدات که یا و نه وضع امنی چه بویا فا اكيد اوا بين سال بورين و ام بس سالا حسابت كان رقمت بورين هر وقع انا خراب تربيتو اوا مثلا وضع بجم هكا انا خراب تربيهش باشتر نبويا زين خطوة جدي هش نهاد نعافي تنها تا تطورك الفي مسالة دا بيتا كرين وفا هتا ايروش يعني ام هر وقم قلت نفسه ودا يريدنا يعني مسالة نمسالة همو الياف يعني انسان محتاجي امنيت هتا بكار باستقرار بكل درك انسان محتاجي اي خدمات محتاجي اي هر تشتينا فناش شمو نواحي تشتقنا هات يا خطوة درسنا هات يا فتن هتا عالم بكار بفقر فهر نفسها دايري دي واسنا بينام اي بيشكتن هاي في مجالي دي براسي مسألة هكت چند سال ببورن وقت سرفة چه هر تشتك هكا باشي هكا نباشي بي خلق تعوضي سر وضعي تأقلمت بي وضعي بيرا مسألة تأكيد وضع هو خراب ترد بيش مسائلة صحي فاش مسائلة نفسي فاش مسائلة معيشي فا هر خلق الوي وضعي ده وخراب ترى يعني نا حياته براسي الكامبا كذا ب 5 سالا او الخيفا كذا ب 5 سالا وهر او خيفا يعني حتى بش اليه بيجم بيش كتنا كهش او خيفا نهات يا بدل كان هش نفسها نايلون يا نفسها خيفا مثلا هكر تب من الوضع كي نخش دا اعتيادي تعوضي سروي وضعي سواء بخرابي قنجيبه بخرابي تعوضي سروي وضعي طبعا تاثير اخو هيا مثلا بمين الوي وضعي ذا تاثيرها تذكرن انه تهتا حدا تعوضي وي وضعي فاحتمال هكا نخش بيت بميني مثلا ايرو از بينو راسي وكا تو نصيحتا تبيجي انه فقران او حلا از وير ما فقران بس تنقاري خلقك بيجي فقر جبرتشي جبر وضعي امني جبر سبب مشكلك بي هر انسانك تنصيحة دابت فقري احتمال بجنكا تنسي حدا فقري او فقران شو النتيجه بو النتيجه سلبي بو مثلا فقراني شنو فقراني بدلهم قلق باشترا بس با افاد مين اف مين سر نصر خلقي فقر مين سر حكومات دوله يعني حكومات العراق سر حكومات كردستاني مسائل نيفا هردو جهاد جيت متعلق ماين مساله شنقال وقلت منطقة متنازع عليها أف أفشك أسباب الرئيسية حتى نهجنا نجهنا حلك وقلت نبينا حكومتها كردستاني حكومتها العراق الجين هكا جهاب أنا حلك شو طريقة عالم فقرابة أمن تو مسائلة أمني هذبانا توفير كرين خلكي قريبة بدلي خوف فقرن وخدمات هذبانا شكرن اعتيادية فقرابانا لأن أف مسألة ماني سدا سد نش مصلحة خلق إيرا بس با يعني خلق جي مجبورة بميني لأن أي تطور في مجال إذا نها تكرن في مسألة آفا قرانا واندا نا تفكيرك درس فا قرانا وانها تكرن ونا يعني خطواتني بينقافني أو هادنا دان حتى أتا خلق عربي فا لأن مسائلتين ذكران دن يعني أمني واقتصادي ومسائلة خدماتها مسائل عالم قال لك بماله يعني مال تفجير بونا شونا عالم حتى انه مصير بهزاره اندانا يعني اي خطوه ايجابي حتى انه يا درست نهات يعني بريفنا شونا تام مثلا عالم كاربي فقري اسباب ادماني قال لك انه اسباب نفقر ايش قال لك افهموا اسباب تكون خلق فنجر الفيدر بمين نوعك استقراري او استقرار يعني نا ايجابي استقرارك السلبية بس عالم مجبورة يعني اجبارية.